السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بألف خير إن شاء الله. اليوم غادي نحضروا إن شاء الله العجين المكسر الخاص بقوالب الكيش أو التورتة المالحة. طريقته سهلة، يعني كل ما عليكم أنكم تبعوا الطريقة للفيديو. عندي فقط واحد الملاحظة على طول الفيديو، شحال مرة كنغلط أوليو نقول لاباط بغيزي كنقول لاباط سابلي، دونك اعذروني راه غير كنسى، سورتو مع انني صورت وانا صايمه، دونك غير باش ما تلفوش. هذه سي لاباط بريزي، العجين المكسر الخاص القوالب الكيش. دونك الا كنتو مهتمين بهاد الوصفه فقط تابعوني ان شاء الله، غادي تلقاو انه الطريقه مشروحه بشكل مبسط جدا. دونك نتلاقاو ان شاء الله من بعد. نبداو ان شاء الله على بركه الله بتحضير العجين المكسر لاباط بغيزي الخاصه بالمملحات ديالكم بحال لي كيش ولا لي طاخت سالي. دونك غادي نحتاجو بالنسبه للمكونات، غادي نحتاجو اول حاجه الدقيق. انا هنا عندي 500 غرام، يعني نص كيلو. ممكن تقسموا المقادير على جوج. عندي 500 غرام ديال الدقيق الفرس الممتاز مغربل. غادي نحتاج كذلك 250 غرام من الزبده تكون بارده. لا قسمتو، المهم دائما الدقيق تيكون ضعف الكميه ديال الزبده. ممكن تقسموا المقادير الا ما بغيتوش تكون الكميه شويه وافيه. غادي نحتاجو كذلك بيضه كامله، غنحتاجو شويه الملح والبزار وما تيبانوا لكم هنا، وغادي نحتاجو كذلك الماء. ممكن غنحتاجو ممكن لا، الماء يكون بارد من الثلاجه باش لحتاجينا نزيدو السائل باش نجمعو العجين نستعملو هذا الماء. بالنسبه للطريقه، غادي ناخذ الزبده ديالنا غادي نرميوها فوق من الدقيق كلها، وغادي نحاولوا ندخلوا هاد الزبده في الدقيق حتى يترمل، يعني باطراف الاصابع بحال هكا. بعد ما ترمل لينا الدقيق ديالنا مزيان، شوفوا كيفاش تيولي، يعني كنخدموه مزيان بهذا الشكل حتى كنحلو ولا كتنسجم جميع ديك الكميه ديال الزبده مع الدقيق. دابا عاد غنكملوا العجن. انا هنايا جاتني بحال الاضاءه ناقصه وبحال تنغطي عليكم، غادي ندوز هذا العجين للقصعه غادي يبان لكم فيها احسن. كما كتشوفوا ها هي ولات عندنا مرمله مزيان، يعني العجين المكسر راه يعني عجين سهل، خص غير تبعوا المراحل وان شاء الله غادي يجيكم مزيان. دابا غادي نضيفوا بطبيعه الحال الملحه البزار. البزار اختياري، ممكن تكتفيوا فقط بالملحه، ممكن كذلك تنسموا بالنسمه اللي بغيتوا، يعني بحال الثوم بودره او اي نسمه كتفضلوا. دابا غادي نضيف البيضه ديالي اللي عندي هنايا، وكذلك غادي نحاول انني نجمع بها العجين كله. ما كتشوفوا، ومن بعد غادي نستعنوا بالماء باش نجمعوا العجين ديالي كله. هاد العجين تيحتاج جوج يدين باش يلاه نو شويه في الخدمه ديالو، تيغلب الا كانت يد وحده. نكون ما سنغطيش عليكم، غادي نضيف الكميه قليله، كنبدا نضيف الماء شويه بشويه، يعني تقريبا ما غاديش نتجاوز هاد الماء يكون بارد من الثلاجه. انا دابا ضفت واحد شويه تقريبا معلقه كبيره. بعد ما تجمع العجين تيجي على هذا الشكل كما كتشوفوا، فوالا غادي نجمعو مزيان، وغادي نغطيه بواحد البلاستيك غذائي، غادي ندور عليه بلاستيك غذائي وغادي ندخلو للثلاجه يرتاح تقريبا واحد نص ساعه تقريبا. بعد ما ارتاحت العجينه ديالنا تقريبا 30 دقيقه في الثلاجه، دابا غادي نخدموها. ها هي انا عندي هنايا، بسم الله، انا خليت الكميه كلها ديال العجين هنا في الزبده اللي كدخلت الثلاجه كتجي شويه قاصحه.
لا غادي نمشي معاها شويه بشويه حتى نسرعها. الا كانت تلصق لكم ممكن تستعنوا بشويه ديال الدقيق. من بعد تناخذوا المول ديالنا ممكن ديروا مول كبير ممكن ديروا دوك لي مول الصغار ديال لي طارتوليت. انا دهنته بالزيت حيت ما تلصقش ليا، الا كان عندكم تلصق ضروري تدهنوا بالزبده. وغادي نحاول غادي نحط هذا هنا نحاول نجمع هذا العجين ديالي بحال هكا كتشوفوا. غادي نحط هو بطبيعة الحال عجين كتير بالنسبة لهاد المول، ولكن حنا راه غادي نقادوه من بعد غادي نحيدو الزوائد ونستعملوهم كذلك في لي مول صغار. نقرب لكم هكا. أول حاجة غادي نحاولو ندخلو هكا في كيما الطريقة اللي سندير، يعني باش نلصقوه مزيان هكا من الجوانب، نسرحوه مزيان باش العجين ما يبقاش لينا غليظ، يعني ما كنزيدو نخدمو هكا بيدينا باش كيجينا واحد السطح مستوي. نحاولو هكا نلصقوه ونطلعوه مزيان. نحيدو بعدا هاد الزائد وغادي نكملو الخدمة. كما كتشوفوا غلفت لو مول ديالي كامل كما كتشوفوا بهذا بالعجين. وبطبيعه الحال كنثقبوا العجين ديالنا كله بالشوكه، نحاولوا نثقبوه مزيان باش ما يتنفخش لينا حتى هاد الجوانب، يعني غادي ندورو بالجوانب كاملين هكا، وحتى على هاد الشكل يعني غادي ندورو على الحاشيه كامله وكذلك من هنا، يعني جميع الاماكن ديال لو مول ديالنا ديال العجين غادي نثقبوه، لانه الهدف ديالنا انه العجينه تشد لا فورم ديال المول. كاين اللي تيستعمل ديك الطريقه ديال القطنيات، يعني كيدير واحد الضغط على العجين باش انه يمنعو ينتفخ. الا تقبتوها مزيان ما تحتاجوش، انتم غادي تشوفوا انه انا ما غاديش نستعملها وان شاء الله غادي تخرج ليا زعما مزيانه ما غاديش تنفخ. اهم حاجه هو تقب مزيان مزيان. الا خفتوا غادي تاخذوا بابي سلفوريزي مثلا وغادي ديروا واحد الدائره تقطعوها على الدائره، يعني على شكل المحيط ديال هاد لو مول تنحطوه، ومن بعد من فوق منو تنحطو شي حاجه ثقيله مثلا العدس اولا الحمص اولا اللوبيا بيضاء، يعني باش يدير لنا واحد الضغط ويمنع هاد العجين ديالنا يتنفخ. بعد ما سرحت العجين ديالي اللي بقى غادي نحاول نعمرو في هاد القوالب الصغيره. كنحاولو نديرو بحال هكا، يعني كنحاول نقطعو بهذا الشكل. من بعد تناخدو واحد الدائره بحال هكا وتنحطوها في لو مول ديالنا، وكنحاولوا حتى هو نبركو عليه بنفس الطريقه ونطلعوه مع الجوانب مزيان حتى كنحصلوا على، يعني حتى كنلبسوا لو مول ديالنا كامل بلاباط. كنظن انه الفكره واضحه حتى كيجي بحال هكا، وحتى هو نفس الشيء كنثقبوه مزيان
باش نتفاداو انه ينتفخ لينا. انا غادي نكمل دابا الكميه كلها اللي بقات ونرجع لكم ان شاء الله. بعد ما وجدت كاع لي فون دو لي فون ديال لوكيش ديالي غادي نثقبتهم بطبيعه الحال. غادي نسخن الفرن في الاول اللي عنده ديال الضو يسخنوا على درجه حراره 180. غادي تسخنوا فرانكم مزيان وغادي تدخلوهم على درجه متوسطه يطيبوا، ولكن يعني ماشي تحمروا، يبقاو بيضين. كيتحمروا شويه غير من التحت وكيتطلع معاهم شويه هكا الحموريه في هذه الجوانب. ومن بعد فوالا ومن بعد غادي نخرجوهم يبقاو بيضين لانهم غادي نستطيب. وعاد من بعد ان شاء الله اللي باغي يعمرهم غادي يعمرهم بالحشوه، اللي بغاو كذلك ممكن نحتفظوا بهم في المجمد ونهزوهم فاش نكونوا يعني باغي نستعملوهم كنصايبوا الحشوه. كتكون لاباط عندنا واجده يعني كتسهل لنا الامر فوالا، وكيجيو مزيانين. دونك غادي ندخلهم دابا الفرن ونرجعوا ان شاء الله نشوفوا الشكل النهائي ديالهم. هذا هو الفون ديال الكيش ديالنا، لاباط بريزي ديالنا بعد ما طابت نص طيبه كتجي بحال هكا، ما كنخليوهاش تحمر بزاف. هادو دوك لي بوتي اللي صيبنا كما كتشوفوها نتوما من هنا تيكونوا تحمروا شويه. هادي ما حيدتهاش من المول لانني دابا غادي ان شاء الله في الفيديو المقبل غادي نحضر لكم كيش بالدجاج، غادي يعجبكم بزاف ان شاء الله. كما كتشوفوا غير يكفي اننا ثقبناه يعني بقطع هكا من الجوانب ما تنفخاتش لينا. باغ كونطخ شي وحدين من دوك الصغارات يعني ما صدقوش ليا مزيان، ما تقبتهمش بما في الكفايه وما بركتش عليهم هكا بما في الكفايه حيت كنت زربانه. دونك كتشوفوا النتيجه انه كتهبط يعني ما كتبقاش العجينه طالعه بزاف، كتهبط لينا دونك ما كيبقاش غارق مزيان. كما شفتوا هذه اللي فريمون قديتها مزيان وعطيتها وقت راه جاتني مزيانه فوالا. دونك هادو هما لي طارتوليت ديالنا كما كتشوفوا فوالا. وهادشي اللي كاين دونك كنتمنى انه الشرح يكون واضح. وكما قلت لكم الا خفتي يوقع لكم بحال هكا اللي وقع لي هنا، من الافضل خذوا طريفات صغار ديال البابي سولفوريزا ولا البابي كويسون ديروهم وتقلوا عليها بشي حاجه بحال لوبيا بيضاء ولا بحال العدس باش تفادوا هذا المشكل تماما. دونك كنتمنى انه الشرح كان واضح فوالا. والى فيديو قادم ان شاء الله. الفيديو القادم بطبيعه الحال ان شاء الله غادي يكون بهاد غنصايب هاد الكيش هذا فوالا. دونك الا عجبتكم الفيديو ما تنساوش ديروا جيم باش تشجعوني وتابوناو لاشين بطبيعه الحال الا بغيتو تشوفوا المزيد من الوصفات ديالي كنتم مهتمين بها. التحقوا بيا في لو جروب فيسبوك اللي غنخلي لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف. عواشركم مبروكه والى فيديو قادم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.